والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نتكلم عن الـ in object. للأسف الـ in operator هو his objects. بالمناسبة الـ in يا جماعة الحرف ده اسمه لوك، الـ operator نفسه اسمه in بالاسمه لوك، بس أنا عشان نبتديها ببداية الكلام يعني فعشان كده أنا عامله capital lock. عندنا operator جميل خالص اسمه in. الاوبريتور ان ده احنا هنتكلم عنه في الاوبجكتس، مش هنتكلم عنه في الاريز، هنتكلم عنه في الاريز السيريز اللي جاي الايبسود اللي جاي على طول. طيب بيعمل الاوبريتور ان ده، خلونا طب نوضح كده المفهوم ببساطه. لو انا عندي ده عباره عن اوبجكت زي ما بيقول، الاوبجكت ده ولنفرض مثلا انا هسميه اوبجكت، وانا بعمل ديكلاريشن للاوبجكت بتاعي هسميه هو اوبجكت، تمام؟ يعني هو انا بعمل له ديكلاريشن وانا بعرفه الجافا سكريبت هديله الاسم اوبجكت. انت عارف ان الاوبجكت ده يا جماعه ممكن يكون فيه من جوه ديفرنت بروبرتيز، تمام؟ يعني مثلا ممكن يكون فيه خاصيه، مثلا خاصيه ثانيه مثلا، ونقول هنخليهم احنا ايه ثلاث خصائص، تمام كده؟ جميل. انت عارف ان جوه الاوبجكت بيكون فيه حاجتين اتنين، يا بروبرتيز يا اما ميثودز. البروبرتيز ديت بريميتيفز انت بتديها له، يعني مثلا زي ما احنا كنا بنقول var course وبعدين كنا بنقول title ومش عارف ايه وكده، يا اما ميثودز. ميثودز دي بتبقى ايه؟ بتبقى محجوزه في قلب جافا سكريبت وانت بتحاول تطبقها على المين، بتطبقها على الاوبجكت ده. حلو خالص، جميل. الان بقى يا جماعه كل قصته انه بيحاول يدور، ها بيعمل سيرش على بروبرتي معينه داخل الاوبجكت ده، تمام؟ يعني لو انت مثلا كان عندك البروبرتي دي كانت خاصه باي شيء، ولنفرض مثلا البروبرتي دي انت كنت مسميها مثلا نيم ورحت اديت لها فاليو، يعني فيها فاليو، تمام؟ البروبرتي دي انت مثلا سميتها نمبر ورحت اديت لها فاليو. البروبرتي دي مثلا انت سميتها اي شيء وليكن مثلا بيرث ديت، اي اسم ده بريميتيف، تمام؟ ورحت اديت لها فاليو. انت لما دي فايده البروبرتي ان، فانت بتحاول تسال بقى هل البروبرتي نيم موجوده في الاوبجكت ده؟ ده السؤال. والله لو كانت موجوده راحت جافا سكريبت هترجع لك القيمه ترو، ما كانتش موجودة جافا سكريبت هترجع لك القيمة فولس. ده بالنسبة ليه الموضوع بشكل بسيط الإطار النظري ليه، لكن لما نطبق بشكل عملي انت هتلاقي ان الأمور توضح معاك بشكل أسهل وأسرع إن شاء الله بإذن الله. خلونا طيب نبدأ بإن احنا نعرف أوبجكت، نقول var وهنسميه أوبجكت برضو زي المثال اللي احنا كنا شغالين عليه، يساوي وأنا هفتح كل البريسز بتاعي واحط جوه الاوبجكت ده يا جماعه تلات، احط اتنين خلينا اتنين مثلا، اتنين ميثود، تمام؟ اسف يا ربي، اتنين بريمتيف بروبرتيز عاديين، انا يعني انا احطهم من عندي، انا هقول والله نيم وكولن وهسميه مثلا انا اوبجكت 1، تمام؟ وهاخد الكومه وهقول مثلا نمبر، ونمبر ديت هحط لها مثلا قيمة 4، اوكي؟ ده الاوبجكت بتاعي. لو انا عملت انتر ورحت ناديت عليه اوبجكت، عملت انتر هيقول لي بسيط الاوبجكت ده فيه حاجتين اتنين، في نيم اسمه اوبجكت 1 وفي نمبر اللي هو عبارة عن الرقم 4. انا بقى لما احب استخدم الاوبريتور ان هبتدي اسال عن هل في حاجة اسمها نيم جوه الاوبجكت اللي اسمه اوبجكت؟ فاهمني انت؟ يعني انا ماليش دخل بنيم ده بريميتيف فاليو، انا اللي سميتها، انا اللي ضفتها من عندي. هقول هل نيم موجوده في اوبجكت؟ اعملها ازاي دي؟ ببتدي اسال على البروبرتي واحط ان وبعدين اسم الاوبجكت اللي انا عايز ادور على البروبرتي جوه، تمام؟ وما تنسى ان البروبرتي بحطها بدبل او بسنجل كود، خلينا نشتغل على سنجل كود. بقول والله ادي سنجل كود وهقول نيم، ها انا عندي خاصيه، ها ان فين يا جماعة؟ Object. Object ده اللي هو ايه؟ اسم الأوبجكت اللي أنا عملت له ديكلاريشن فوق. فسؤالي بقى، هل الأوبجكت نيم في
بروبرتي اسمها نيم. نشوف كده جافا سكريبت هترد وتقول اه جافا سكريبت هترد وتقول ترو ان انا عندي حاجه اسمها نيم. نفس السيناريو بس خليني اقول لك نمبر. ها ان اوبجكت هحط السيمي كولين انتر. طبعا ان كوت ايه بالظبط كده لان انا ناسي ما احط الدبل او السنجل كوتس يا جماعه. فما تنسى بالله تحط السنجل كوتس عشان انت بتحاول تنادي على حاجه كان حتى لو كانت على فكره حتى لو كانت ميثود انا هطبقها لك دلوقتي على ميثود. بس ما تنسى بالله السنجل كوتس بتوعك وانت بتنادي على البروبرتي او ها او الميثود حتى لو كانت ميثود. فالاصح اني احط بتاع احط السنجل كوتس واقول والله نمبر او ده الناتج لما بيكونش يعني لما بيكون بتاع ده مش موجود بيقول لك نمبر از نوت ديفايند. ما عنديش حاجه اسمها كده تمام. ان اوبجكت تو جافا سكريبت هترد تقول فولس. انا ما عنديش امبر انا عندي حاجه اسمها نمبر فالمفروض ان انا اكتبها بشكل صحيح. خلينا نقول ادي يو ايا يكن ده نمبر ان اوبجكت اند سمبل. هتلاقي النتيجه بتطلع عباره عن ترو تمام. خلينا احنا كده طبقناها على بريمتيف فاليو يعني قيمه انا مسميها فوق في الاوبجكت فاهمني. طب خلينا بدا نعمل ريفرش ونشوف احنا نعمل فاريبل او نستخدم الطريقه ديت مع ايه مع ميثود بك تمام. خلونا الفاريبل نعرف متغير ونسميه مثلا دي ده بيساوي نيو وهنخليها ديت. انت عارف ان الديت ده عباره عن انستراكتور اسف كونستراكتور. فما تنساش الكونستراكتورز بتوعك انت بتحاول تحطها في اول حرف ليها بيكون عباره عن كابيتال لوك تمام كده. بتقول var دي بيساوي نيو ديت. لو انا عملت دي هيطلع لي الديت تمام. الكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده. فانت بتحاول انت مش عندك ميثودز كتيره يا جماعه. سبق ان احنا اتكلمنا عن ميثودز كتيره جدا فين في الديت. اتكلمنا عن ميثودز خاصه بالجيت وميثودز خاصه بالسيت وميثود كتير ميثودز مختلفه. احنا هنحاول ندور على ميثود واحده بس مثلا يعني تمام. وهنمشي بنفس الكيفيه بالظبط. هنحط السنجل كوت وهنسال مثلا على جيت دي تمام. وانا عندي حاجه اسمها جيت وما تنسى دي يا جماعه كابيتال دي ها جيت دي. هقول له ان دي ده الفاريبل بتاعي اللي انا مش انا عملت مش ده الاوبجكت انا سميته دي وسويت بعدين كده تمام. انا بقول له هل دي في حاجه اسمها جيت دي. فانا عملت انتر هيقول لي ترو ايوه صحيح لان ده ديت والديت اوبجكت فيه حاجات كتير جدا. انت عندك جيت داي وجيت ديت والكلام الجميل ده. طب انا لو قلت له مثلا ما بين دبل كو ما بين او عادي هي سنجل او دبل خلينا نخلوها مثلا جيت مانث جيت مانث ان دي انتر والسيمي كولين هيقول لي ترو تمام. يعني انا كنت بحاول اثبت لك ان السنجل كود برضه بتمشي والدبل كود برضه بتمشي. طب انا لو خليتها يا جماعه سنجل مانثز عملت انتر هيقول لي فولس لان ايه انا ما عنديش حاجه اسمها سنجل مانثز انا ما عنديش ميثود اسمها كده. لا انا عندي حاجه اسمها ايه اسمها جيت مانث. بس بكده بنكون حاولنا نطبق على الكلام على بريمتيف على بروبرتي عاديه اللي هي البريمتيف. البريمتيف زي مثلا زي التايتل زي النمبر زي النيم وعلى ميثود عاديه زي ما احنا طبقناها على جيت داي ومثلا جيت مانث مع الاوبجكت اللي كان من نوع بيت. ده بالنسبه لي الان اوبريتور اوبجكت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.